أيها الأحرار العرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة. جوبلز هو وزير الدعاية في الرايخ الألماني لهتلر. واحدة من كوارث جوبلز ده وزير الدعاية بتاع هتلر هي القاعدة اللي حطها ومشي عليها كل الطغاة بعده، القاعدة اللي بتقول اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. عشان كده السيسي ماشي على الكتالوج ده، والسيسي بيعتبر الإعلام هو دراعه التاني في السيطرة على الناس بعد الأجهزة الأمنية وبعد القمع. وعشان كده لما حصلت مظاهرات القرى وخرج الناس بالجلاليب عشان يهينوا الهافية السيسي ويصرخوا ضد الظلم والافتراء اللي شافوه على ايديه، ونقلت قنواتنا الموضوع ده على الأرض، كان طبيعي جدا يخرج الهافية السيسي اللي بيعتبر نفسه مش رئيس دولة، لا بيعتبر نفسه رئيس تحرير برنامج تلفزيوني. فخرج عبد الفتاح السيسي عشان يوجه خلابيسه في الإعلام عشان يقوموا بالدور الأخطر لاحتواء غضبة القرى في مصر. اسمع كده عبد الفتاح السيسي امبارح وهو قاعد بيلعب دور رئيس تحرير برنامج تلفزيوني، اسمعوا كده. وعشان كده بقول للإعلام تاني وتالت ورابع، انتم أداة التنوير الحقيقية لفهم الناس ووعيها. وطبعا إعلام عباس كامل بتاع فضيحة من إرسل أو أرسل من جهاز سامسونج عزف كله على النغمة دي، نغمة واحدة، نغمة إن إحنا ما نعرفش حاجة عن القرى يا شعب. نشوف كده إعلام السيسي على طول قال إيه علينا. أنا ببعت رسالة للإعلام المعادي، يعني هو ليه أهلنا في الصعيد ما نزلوش؟ هو أهلنا طبعا في بحري أيضا ما نزلوش، يعني ليه ما فيش ثورة يا أخي وأهلنا عايزين ينزلوا في الصعيد؟ لأنه هو شايف على أرض الواقع إن الحكومة بإمكانياتها البسيطة يا أخي بتحاول تعمل لك طريق. وتعالوا عشان الناس اللي بتقعد تقول لك واحنا بنتكلم على المواطن البسيط، فاحنا بنتكلم بتشوفه فين؟ انت بتشوفه من اول لحظه في مشروعات الاسكان، في مشروعات تطوير العشوائيات، مشروعات الاسكان يكون فيه شقق اسكان حلوه جميله في عمارات زي الفل. محدش بيدعم الغلابه، محدش كل الفلوس رايحه لمين؟ الدوله لا شايفه الغلابه كويسه قوي، ومحدش يتكلم على الغلابه وهو قاعد في تركيا ولا قاعد في قطر ولا هو بيعمل ايه. انت مالك ومال الغلابه بتجيب؟ انا عايز اسال سؤال، هي القرى اللي انتم منجمينها قوي في المحطات بتاع، انتوا كنتوا تعرفوها قبل كده؟ الا ما شفت حد فيكم كم، يعني انا عايزكم تحللوا البرامج وانتم بتتفرجوا البرامج دي كانت بتتكلم على القرى دي قبل، يعني هل هم مثلا اطفيح او كده كانوا بيتابعوا الحياه في اطفيح بشكل يومي؟ طيب صحيح صحيح صحيح، يا ترى احنا نعرف ايه عن قرى مصر؟ تعالوا كده سيبك من اعلام اللي قاعدين في تركيا وقاعدين في قطر، تعالوا نخلي القرى نفسها هي اللي تتكلم، مش مظاهرات، لا لا لا، تعالوا نبدا كده بالقرى وهي بتشتكي. يا ترى اعلامكم انتوا يا عمرو، وانت عارف يا عمرو عارف كويس قوي ان العبد لله يعني صايع في مصر من اقصاها الى اقصاها، انت تعلم المعلومه دي عني، انت تعلم يا عمرو عني من 86 ان انا اصلا ريفي، ثانيا جايبها من هنا لهنا. سيبك يا عمرو من القصه دي، تعالوا نبدا بوجه بحري، نروح كده لعزبه البرج ونشوف هل اعلامك يا عمرو نقل مشكله عزبه البرج في دمياط، ونشوف معاناه الغلابه هناك على ايد الهافيه وعصابته. نشوف كده البوست ده من عزبه البرج، عزبه البرج دي في دمياط. ادي البوست اهو بيقول من السواحل، امن السواحل قام بفض تظاهره المراكب ليله امس وتهديدهم بالاعتقال اذا تم تكرار المظاهره. المظاهره دي عرضها برنامج مصر النهارده امس بالليل، عرضناها امبارح بالليل في حلقه امبارح. ادي البوست بيقول اهو، بيقول انه تم الامن تدخل وهددهم بالاعتقال. حلو قوي، يعني اصحاب المراكب، والنبي جيب لي الفيديو بتاع امبارح كده، اصحاب المراكب طلعوا امبارح وجبناها لكم امبارح، وقفوا على الشط بتاع عزبه البرج وحطوا مراكبهم جنب بعض كده وفضلوا واقفين مظاهره كده، هي دي مظاهره.
الامن تدخل وهددهم بالاعتقال. اهو احنا عرضنا الفيديو ده امبارح، دي كانت المظاهره اللي عرضناها امبارح في البرنامج ده بالليل يا عمرو في عزبه البرج. لكن ايه الموضوع؟ الامن اتدخل ليه؟ هم ليه عملوا مظاهره بالمراكب كده ووقفوا؟ والامن اتدخل ليه؟ الحكايه طلع فيها سر، طلع وراها سر، واي خراب اعرف ان وراه السيسي، اذا رايت الخراب فتش عن السيسي. طلعت القصه دي بقى بتوع الصيادين بتوع اهالي عزبه البرج وراهم اضطهاد السيسي لاهالي عزبه البرج والصيادين. تعال نشوف الخبر ده كده عشان نعرف القصه من اولها. اهو رئيس هيئه القناه يتفقد مراكب صيد وطنيه في بورسعيد. مراكب صيد ده الاثنين 28 سبتمبر اللي هو النهارده ذكرى وفاه الرئيس عبد الناصر سنه 70. النهارده رئيس هيئه القناه يتفقد مراكب صيد وطنيه. حلو، يعني عبد الفتاح بعد ما خلص على الاسمنت وخلص على المجولات وخلص على البنى اندار على الصيادين. اسمع بقى يا عمرو صياد بيحكي القصه دي بيقول ايه بقى عم الصيادين. شوف البوست ده كده بيقول ايه. ادي وطنيه، لا هات لي وطنيه، معلش انا اسف، هات لي وطنيه، ادي وطنيه اهي، مراكب صيد وطنيه خلاص يا عمي اتجهزت واتدشنت وهتطلع تشتغل صيد. وطنيه 24، وطنيه 25، وطنيه 23، اسمها زي بنزينه وطنيه كده، زي سوبر ماركت وطنيه. الجيش نازل يشتغل صياد، صياد وروح تصطاد صادوني على راي الاستاذ محمد رشدي. تعال نشوف بقى اهالي دمياط، واحد منهم بيكتب البوست ده بيكتب ايه بقى؟ بيقول لك السيسي يقطع ارزاق الصيادين دمياط ليحتكر لواءاته البحر، كما قالوا في المثل اذا عرف السبب بطل العجب. فقد كان الصيادين في عزبه البرج في عجب من تكرار اعتقالهم اثناء الصيد والتضييق عليهم وعدم السماح لهم بالصيد في المناطق ما بعد بورسعيد، كما اشتكوا كثيرا من الرسوم الباهظه والتصاريح المبالغ فيها وفي قيمتها والضرائب وغلاء السولر وتعنت خفر السواحل معهم ومحاربه ورش تصنيع وصيانه السفن والى اخره. لكن بعد ان ظهر للعيان باكوره اسطول سفن صيد باسم وطنيه، السفينه كده التابعه للشركه الوطنيه المملوكه للجيش، ما زال عجب الضميطه. ويتساءل الضميطه الان لماذا يشاركهم السيسي في لقمه العيش ويقطع ارزاقهم؟ ليه بيشاركهم ويقطع ارزاقهم؟ لماذا يتم انشاء شركه للجيش لبناء سفن الصيد ودمياط وعزبه البرج تملك اكبر اسطول صيد في البحر المتوسط؟ وهل محاربه الضميطه في ارزاقهم لا يضر الامن القومي؟ ام ان الامن القومي فقط هو يخص بيزنس السيسي ولواءاته؟ ومع البوست ده صوره اهو للاسطول بتاع وطنيه. وعلى فكره الموضوع في دمياط تعدى عزبه البرج والصيادين لكوارث ثانيه لخصها دمياطي عبقري في البوست ده. شوف البوست الدمياطي ده، دمياطي مخاطبا السيسي: احنا مش مخربين واحنا مش مستنيين منك 500 جنيه تسرق مننا اضعافهم بعدها، احنا النجارين اللي ضيقت علينا وغليت علينا الخامه وزودت علينا الضرايب والجبايه لاجل مدينه اساسك المزعومه، احنا الصيادين اللي ضيقت علينا البحر وغليت علينا اجراءات التصاريح وحبستنا وظلمتنا وضيقت البحر ومنعتنا من الصيد بعد ما كنا بنوصل لإريتريا بالمراكب بتاعتنا، وكل ده لاجل مراكب وطنيه لتبعك. احنا اصحاب الملاحات اللي عايز تلغي عقودنا وتعطيها للجيش حق انتفاع 30 سنه ببلاش. احنا صناعيه المعمار اللي وقفت حالنا لاجل عماراتك وعبارات الجيش ووقفت البنى لاجلها. احنا الضميطه اللي سرقتنا ونهبتنا حتى اللسان خدته مننا وخليت الفندق اللي مبني بفلوسنا للمحاسيب. وفي عز كورونا قفلت علينا البحر والمصيف لاجل فنادقك ونوادي القوات المسلحه ابو فلوس يشتغل. احنا بنقول لك مش عايزين منحه، عايزين نشتغل زي زمان ونجيب قرش بعرقنا، وما تسرقش املاكنا وقوتنا وتديه لشركات الجيش. الجيش مكان الحدود مش تشغله شغلنا. دي دمياط. طيب لو سيبنا دمياط ورحنا الشرقية، تعالوا نشوف ست بسيطة جدا في الصالحية وهي بتحكي عن حياتها عايشة ازاي. الست بتقول لمحمد علي خير
والعمر أديب اللي ما بيشوفوهاش، يعني اعمل ايه؟ ابيع الحلق بتاعي؟ اسمع الست دي وعايزين منها ايه؟ فلوس، الجزء من فلوس الرسائل، تصالح الرسومات والحاجات ديت، علشان مش يجي يهدوا البيت بتاعك. انت بتقولي مش معايا؟ والله ما معايا، ربنا ليه يعني؟ ما اروح ابيع الحلق اللي بقالها 100 سنة. مش انت بتقولي هتقبض بعد يومين ولا بعد؟ ده 600 عم هدفعهم للميه ولا للنور ولا لسلفهم عشان ادفعهم. طب ده انا بدي اروح ادفع منهم ايه واخلي ايه للنور والميه دي؟ كان الميه 1150 والنور 550 في الشهر لوصلات جوا اهو. لما انا عمال اقول بقبضنا واجيب لونين تاني، يعني اعمل ايه تاني؟ فيبوا ياخذوا البيت يا سيدي، ما انا هموت اهو، ما هو هسيبها للحكومه، هسيبها ليهم. شدوا شدوا الحكومه عايزه فلوس يا حاج. كنت بلف امبارح على البيت ولا لا يا ابني؟ والله كنت بلف على حد يسلفني. والواصل جوا مش قادر يدفع. وحياة القران بيتنا من غير عريش الشتاء اللي فات دي، وكنت نايمه في الشارع. ماشي. الست دي يا محمد علي خير ما بتسمعش قنواتنا. الست دي مش كومبارس احنا مديناها فلوس. الست دي من الصالحيه. اديك شفت الضميطه واديك سمعت الست من الصالحيه. طيب انا سامعك بتقول لي وانت مركز على الدلتا ليه؟ طب يا عم بلاش الدلتا خالص. ما تيجي نروح اسوان. اسمع الفيديو ده لمواطن من اسوان بيقول للسيسي الدنيا خربت والعيال اتشردت وستاتنا انحرفت بسبب الاحوال الصعبه، والاعلام بتاعك بيقول الدنيا وردي. اسمع الراجل ده كده بيجي يتغلم على الناس. عينك كل حاجه بالفلوس مش قادرين. طب احنا هنجيب من فين واحنا ما عندناش دخل؟ احنا ما عندناش دخل من مجال السياحه، اشتغلنا اي حاجه. وقرار وقف المعمار ده يا ريس، في ناس اقل مني مش لاقيه والله. لمصلحه مين اللي بيحصل ده يا ريس؟ الناس اللي طالعه دي ولا اللي احنا بنتكلم؟ لا ارهابيين ولا اخوان ولا ننتمي لاي شيء. بلاش العند مع الشعب يا ريس. ان كان الشعب حاسس ان انت ايه المشكله يا ريس ان انت تسلمها لحد تاني بكل حب وتبقى انت موجود في منصبك. يا ريس في بيوت كتيره خربت بسبب الظروف، واطفال اتشردت ونساء مشت في الشمال علشان اللقمه يا ريس. والاعلام طالع الرئيس بتاعك بيقول لك الدنيا ورد. ازاي ازاي يا ريس؟ ان كان انا مش فاهم، ان كان هم الناس دول بيعملوا كده علشانك دي كارثه، وان كان انت مد القرارات دي كارثتين. انا مش شايفك زي ما الناس شايفاك. الناس بتقول عليك عميل صهيوني، بتقول عليك كلام حرام يا ريس. لو بالفعل الوصل الدنيا دي تغور، يغور كرسي لمين؟ ما انت نيتك من اول طالع عشان تحمينا، ما كانش في نيتك كرسي. واديتنا وعود كتيره بما يرضي الله يرجع لفضيحاتك يا ريس. هتلقى عندنا حق والله. ده كلام من القلب بجد. وده لا راجل لا اخوان ولا بتاع. واضح انه راجل بيحبك. مش عاجبك الكلام؟ معلش غلطتي، معلش اصلي قاعد بره في تركيا ومعرفش القرى فيها ايه. هو حتى الراجل الاسواني الطيب ده بيقول لك اعلامك عمال يقول لك الدنيا وردي. تبقى مصيبه لو هم بيقول لك عشانك انت، ولو انت انت اصدرت قرارك يقولوا كده يبقى كارثتين. فعلا ما كانش صح يا عمرو اديب ان ابعد قوي كده اروح اسوان مرة واحدة. أسوان، طب ما نجرب شوية، ما نروح لمنية الفولي. اسمع يا أستاذ عبد الفتاح السيسي واتفرج بعينك على رئيس المجلس المحلي لمدينة صمالوط اللي المفروض يجي بالانتخاب عشان يخدم الشعب، بيعمل ايه في الغلابة اللي طالعين ياكلوا عيش بالحلال، بيشوط السبابيب بتاعتهم برجليه. والله افترى. تعرف الست صاحيه من الساعه 5 الصبح عشان تجيب السبوبه دي وحاطه فيها فلوس امالها انها ترجع البيت ب 10 15 جنيه؟ قصه السبوبه دي كلها، ده الفرش اللي هي عاملاه ده ما بيجيبلهاش في اليوم 30 40 50 جنيه. هي صاحيه من الساعه 6 او 5 الصبح ورايحه للغيط عشان تجيب السبوبه، وتيجي تفرشها وتقعد تتنكت طول النهار عشان يجي واحد عره زي ده. طب قول لها امشي، طب قول لها امشي. بلاش المنيا، تعال نجرب شويه ناحيه بني سويف.
ده بقى مصنع البصل، عمال مصنع البصل سرحوهم. تعال نسمع الناس بتسألك يا محمد يا علي يا خير، نأكل عيالنا طوب منين؟ نجيب لهم منين ياكلوا المام؟ اسمع. أنا شغالة في الشركة دي لتستقام 18 سنة، وجيت عطاني أسبوع إجازة وبصيت لقيت تاني يوم بعت لي جواب بيقول مش مبسوطة. أنا معايا ست عيال، وأروح أوكلهم منين؟ وأبوهم ميت، أنا ما معيش فلوس. ورحت كذا مصنع قالوا لي يا ست أنت ست كبيرة ما تنفعيش، ده أنت عايزة اللي يشيلك. يعني أنا دلوقتي أوكل ولادي منين؟ أو أدفع فلوس منين؟ أو أدفع فلوس المية منين؟ أدور أشحن؟ ولا أقعد على الجسور وأقول الدنيا لله؟ وطلعني ولا عطاني معاش ولا عطاني أي حاجة؟ حرام، ربنا ما يرضاش. ده مش هيضحك على بعض، كل الناس دي اللي ورايا دلوقتي عندها أسر وعندها بيوت وعندهم عيال عايزين ياكلوا وعايزين يشربوا، المتطلبات اللي هي اليوميه، في مننا اللي بيدفع ايجار، في اللي في غصب عنه، في اللي بيدفع كهرباء، كهرباء انتوا عارفين الكهرباء دلوقتي بقت غاليه والميه بقت غاليه والاكل والشرب بقى غالي، فالمواطن الفقير ده هياكل ويشرب منين؟ هنوكل عيالنا منين؟ هيوكلوا طوب، عيالنا دول هياكلوا طوب ولا هيعيشوا ازاي؟ عيالنا طوب؟ طب اسمع، ادي ثلاث ستات وامهم بيبكوا هم وبيشتكوا من تعرضهم للضرب والاذى في مركز جويسنا منفية، وبيقولوا للسيسي الكلمتين دول: انتخبناك عشان الامن، لكن مفيش امن. الامن يا ستي ما تقلقيش، البلطجي اللي هد بيتكم ومانعكم تخشوا شغال مع الامن، اصلا الامن اتصل بكل البلطجية، وانا بقول لكم ده والله من مصر، الامن اتصل بالبلطجية عشان يوقفوا اي مظاهرات. ومش مصدقني اسأل عن واحد اسمه مصطفى خربانة، بلطجي في عين شمس، انا بقول لك بالاسم اهو مصطفى خربانه، الامن اتصل بيه عشان يمنع المظاهرات. البلطجيه شغالين مع الامن يا حاجه، احنا ما نعرفش حاجه عن القرى فعلا، احنا قاعدين في تركيا وقطر، ايه اللي عرفنا الناس دي؟ بلاش وجه بحري وبلاش وجه قبلي، خلينا نروح لحبايبنا السنويه بقى، تعال نشوف وضع القرى هناك عامل ايه. اسمع كده، اهالي اربع قرى في منطقه اسمها الجناين في سيناء بيقولوا ايه. اقرا البوست ده كده يا عبد الفتاح السيسي. أهالي أربع قرى الجناين، قطية، أقطية، المريح، عددهم أكثر من 5000 أسرة، منهم أطفال ومرضى تركوا بيوتهم رغم عنهم بسبب الإرهاب، لهم أكثر من 65 يوم في انتظار العودة لبيوتهم، وكل يوم نقول كمان يومين أو أسبوع، أو في ناس كتيرة مش منهم مش لاقي بيت يقعد فيه هو وأسرته، وإحنا داخلين على فصل الشتاء، وغالبية الأهالي ما خدتش معاها ولا حاجة من بيوتها على أساس إن الموضوع نهايته أسبوع وكلنا نرجع لبيوتنا تاني. يوم محدش عارف عننا اي شيء ومحدش بيسأل فينا، لما فنانة بتتعب شوية الاعلام كله بيتكلم عنها يا محمد يا علي يا خير وبيدعي لها، واحنا 5000 اسرة طاهر. لا 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 لا، مش معقول كل ده في مصر خلال الساعات اللي فاتت.